في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين، تواصل وزارة الإسكان توزيع الوحدات السكنية على المنتفعين من مشاريع المدن الإسكانية الجديدة. هذا وتتمتع مدن البحرين الجديدة بمرافق وخدمات متميزة، حيث توفر سكنا اجتماعيا يضم جميع المرافق والخدمات، فضلا عن نماذج مخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.